مرحبا بكامل نشاطنا، منوصل الصبح بكير، منحضر حالنا ومنحضر لكم حلقة شيقة من لابوتيك لألكون لكل المشاهدين اللي كتير منحبون، ومن خلال برنامجنا رح يصيروا يحبونا أكثر وقت بيتسوقوا عبر 79 100 225 6789. النشاط والحيوية والهضم بتنطبق كمان على ضيوفنا، كيف إذا كان أول ضيف غشينا من الضحك، كمان ريشا موجود معنا، كمان اول شيء انت حدا مهضوم، صرت اهضم قد ما عم بيعمل قد ما ريت علي، مشان هيك عن جد يعني بدو جد لهالبرنامج اكثر واكثر، لانه فعلا البرودويات اللي عم بتكون بلابوتيك مهمه وحلوه وبتستفيدوا منها، والوكلاء كمان بيستفيدوا بمبيعاتهم. اليوم الوضع الاقتصادي كوكيل او صاحب مؤسسه او شركه كمان على المحك، يعني كثير صعب اكيد بلبنان خاصه وبالمنطقه ككل، يعني فهون فيكم تعملوا متركزوا اكثر للاعلان تبعكم، وطبعا تصرفوا كثير بضاعه مهمه وحلوه، حرام تكون مطروحه بالسوق وما حدا يعني يعرف عنها او تخبروا عنها. هيدا شيء بينطبق على الجام انزو، اذا ما نحكي كيور للشعر، رح نبدا بالارجن اويل انا وياك كمال، تخبرنا اكثر بالتفصيل تفضل عنه، كشامبوان كريم سيروم وشاين. اكيد مثل ما حكيت يعني المبيع عم بيصدمنا بالال بي سي، عم بيكون كثير قوي. خلينا نحكي عن الارجون اويل يلي هو شامبو ماسك سيروم، واخر شيء يلي هو الشاين يلي هو كثير مهم هذا الشاين، خاصه عم يستعملوه البروفيشنال الكوفريه كلهم عم ياخذوه، اللي عم ياخذ منه عم يرجع ياخذ لانه شاين كتير حلو ما بيزيت وبيعطي كتير لمعه. صح، اليوم غير اذا الكوافير بيقول للسيد برش لك شان دغري تقول لا بدي شعراتي باينه، اكيد بيزيت، هذا ما بيزيت وبيعطي لمعه بزيت الوقت. اوكي، هلا اكيد عندنا الشامبو يلي هو من بعد موسم الصيف، من بعد ما يكون الشعر تعب تلف تقصيف، وهيدا الارجون اويل دخل له زيوت الارجون اويل وغير فيتامينات كمان بغذي وبينفع الشعر. اوكي، عندنا الماسك يلي هو بينترك على الشعر 5 دقائق مع اذا كان الشعر كثير مي، مش اذا كان ناشف يعني بده يكون مي وينحط الماسك ويتمشط 5 دقائق بينترك. يرجع عندنا السيروم يلي هو بيور ارغون بضاين شي سنه يمكن او 6 اشهر او 7 اشهر فقط على الاطراف وشعر مي نقطتين. والشاين اللي حكيت عنه رح يكون شو اللي في شيء بعد عنه؟ بنحطه على الناشف والمي كمان، ايه بنحطه على الناشف على المي اول شيء، اذا حسينا الشعر ضل بحاجه بنحط كم نقطه بنحطهم على المي. جريت، والشاين هو الهديه. مزبوط، صح؟ خلصنا كل شيء، نشفنا شعرنا، بده لمعه بعد بنرش منه. بدك تجرب لي؟ انه ما فيني اقول لا. فيك تجرب لي اكيد. اوكي، هون اذا بس بدي يحط الكاميرا هون تفرجي بس النتيجه دغري بثواني كيف بتكون. مثل ما بده، ما حدا يزعلنا ضيوف هون، كيف بتكون ال هيك هيك هيك. اوكي اوكي، عم فرج دغري كيف يتغير، بتتغير التكستشر تبع الشعر، التكستشر واللمعه كله. فهيدي جام كاملة لعلاج الشعر، وتنتعود عليها خلص يعني هيها رح تكون لايف تايم رح نستعملها. استعملها بهالطريقة إذا بتشوف كيف عن جد صار كتير كتير في لمعة تغير. ايه رشتين عم تتركني وحدة تاني ميل. اوكي، تنجرب غير شيء، تنجرب غير شيء تاني ميل. ايه جرب بلانش صارت الموديل تبعي ما مغيرها. لا انا بحب انا اجرب، عرفت انه اليوم ما حدا رح يقدر يعطيك مزبوط الاحساس، يعني صح صح مزبوط. لازم واحد مثلا شامبو اذا بحط بايده بصير التكستير هو بيحس فيه 100%. موجوده اذا هيدي الجام لعلاج الشعر، لانكم تردوا شعراتكم مثل ما كانوا، في ناس عندها شعر كان فريزير بياخذ العقل بيهتري فجاه، صح صح مزبوط، بيرجع الشعر على حالته الاساسيه، سعره فقط 50 دولار وبس من برنامجنا من عندي بس حق 50 دولار، عند كمال منين بالشرخ بالعائله صار فيه، حتى عائلته لكمان ما بتقدر تشتري من صالون عندهم بنفس السعر. اليوم انا من بعد 8 اشهر استخدام لهيدا الماسك، اليوم الصبح فتحت تاني قلبي، 8 اشهر ضايلني يوم اي يوم لا انا بعمل شعراتي، يعني هيدا قد ايه بضايل؟ لا لانه كثير كونسونتري. اوكي، هيدا الماسك كونسونتري يعني برمناه ما في ولا مشكله،
يعني منه مخلوط مي لنبيع كثير، ما في مشكلة، يكون سنتري بكل الغذاء تبعه. ليش اسمه اميزنج كمال، وهو لمين يعني، لشو بيعالج، شو بيعمل؟ بدي رح كفي على اللي سالتيني، بس بدي اشرح شغله. بيجوا من السيدات بيقولوا لي انه شعرنا شوي ناعم، كيف بدي احط هذا الماسك؟ اوكي، هين كثير الموضوع. هذا الماسك بنفضيه بمطرح وبنحط دبل مي، وبنخلطهم مزبوط مزبوط، بصير فيك تحطي على شعرك. انا بدي اعطي هيك نصيحه على الهواء، بخف كثير الماسك على شعرك، ببطل ما بقى بتبيع يتقل، ما بيأثر. احنا لازم نعطي النصيحه المضبوطه، لا هيدا هي مصداقيه كثير عاليه. واللي شعره ناشف وجعد وهيدا بيكون شعره مي، بتحط عليه هو المي اللي بشعره بيرخي شوي البرودكتس بينزل لشعره. هيدا اميزنج، لانه اليوم من بعد ما كان اسمه اميزنج، قلنا سنه ونص مسمينه اميزنج، لانه من بعد ما كان نفس رديس يعني 9 على 10 اشخاص حبوه. صح، هيدي كلهم يعني احصائيات كثير قويه، يعني 9 على 10 يعني خلص. انا هيدي القام خلتني ما اقص شيء من شعرات كمال، يعني وقت قصيت قصير وعملت الامور، المفروض هدول اللي تحت يهتروا ويصيروا يعني، مفروض هيك مزبوط. انا بعد ما مش مارق المقص على شعري من 8 شهور، لانه استخدمت هيدي القام كامله. يعني الشامبوايا اللي كثير فيه جينجر وكمان بيرغي وريحته كثير حلوه، 500 ام ال وبيرغي، في كثير جينجر، سلفات فري. اوكي، عندنا هون شغله، اذا شعر مصبوغ بيمشي، اذا شعر تعبان كمان بيمشي. اوكي، كريستال كولاجين، هذا مميز بشغله انه بيقولوا ماكسيموم لينث ان مينوم تايم، يعني بيطول الشعر بوقت طول كتير سريع أصلاً. بوقت قليل. صح، هيدا كثير مهم. اذا هيدا علاج عن جد اللي بدهم شعراتهم يطولوا. صح، هيدا هيدا اذا بيستعملوه مع الماسك مع الليف ان مع السيروم. اوكي، اكيد انا يعني بكفل لانه دوبل بيطول شعر عن ما كان يطول. جريت، ما راح الا اكثر دوبل بس. فاذا هيدا بالنسبه للشامبوان والماسك حكينا عنه. الليف ان، الليف ان يلي هو بس تخلص الحمام تحط شامبو وماسك السيده وتظهر من الحمام، بدها تخلص شعرها، هي عم تخلص شعرها بصير تشتشت فيه للشعر بالفرشاية. هذا التشتشت بالشعر ممنوع ابدا. ليه؟ لانه بس تشد بالشعرة الشعرة بتمغط هيك، بصير تقطش مرة على مرة. اوكي، هذا الليف ان هو بينرش كرمال الشعرة تنزل دغري. عظيم، فهون بيسهل لتسريح الشعر والحفاظ. وللولاد كمان، للبنات الصغار، ولا ابني عم بغار قبل المدرسه الصبح عم حط له منه، ما بدي احط له جيل بعده كثير صغير، وعم يعطي نتيجه كمان. للصغار للكبار ما في مشكله، كل القامات اللي عندنا بحبوا المعلمات اكثر، رشوله بصير يحبوا. طيب هلا الانزو سيروم هديه، يلي هو هديه سيروم اكيد للاطراف المقصفه، يلي هو كمان بيساعد الشامبو. انه نحن هذا القام كله اذا بتقرا عليه مكتوب ماكسيموم لينث ان مينيموم تايم، كقام كامل يعني. اوكي، بس كيف بدي اشرح كيف ماكسيموم لينث ان مينيموم تايم؟ هو الشامبو يلي بيغذي البصله، اوكي، الماسك يلي بيرجع بيرجع البيجمنت على الشعر. اوكي، الماسك ليف ان يلي ما بيخليه يتقطش، والسيروم يلي بلحم الطرف. يعني خطوات من الراسين للنص للاطراف هون. أوكي، ليه بتطول الشعره بسرعه؟ لانه عم نعالجها من الراسين ومن النص ومن الاطراف. جريت، من كل الميلات. هذا السيروم بيختم الطرف، ليه؟ لانه الشعره بس تقصف بصير تهر طرفها. هذا بيختمها، كل مره بيختمها، كل مره بيختمها، بصير تحس شعرها كثير طويل، تقول انه ايه هالشامبو كثير منيح، هو كله تيار كله على بعضه. علاج كامل فقط ب 60 دولار، وبرجع بقلكم بس من خلال حقه بين ال 90-100 دولار بينباع برا بس. هيدا صار عليه ضوء احمر، يعني انا ما هو ما بدي اقول لكم، بس انا بدي اقول لكم لحقوا حالكم. ضوء احمر هذا يمكن ينقطع شي جمعتين او ثلاثة. قلت لك امن لي غراضي قبل ما بينقطع قلبي يعني. هيدا بس. هيدا فاللي بده يسبق غيره اليوم. صح، اليوم وبكره يمكن، يعني لحقوا حالكم بهيدي القام. بننتقل انا وياك لكل شيء اسمه الا بلوش، اذا وصلت البرودكتس بيكونوا قلقوا. اكيد اكيد، اذا وصلت البرودكتس ما بنقطعه، ما وصلت ما بدي نقطعه. لازم نقول لهم احسن ما ينفع. So, اوكي، يلا ستريتنر هذا رح يروح على فرنسا بهاليومين، عم يحضرونا وبدهم حدا شعره فريزي فريزي فريزي، وبتعرف برا بتعرف قد ايه بكلف البراشي. اخذوا منه على فرنسا كمان. صح، من عندي. فهلا كمان في طلبيه لهونيك، خبرني اكثر ليش هيدا اقوى فير انت شايفه وانت مخضرم يعني بموضوع. هلا هيدا اقوى فير بكذا مميزه، يعني ما فينا نجي نقول انه اقوى فير وبس قوي. اوكي، بدنا نقول انه هيدا شريته مش ثابت، بيبرم. نعم، ما بيعلق. بدنا نقول انه البلا تبعه كتير طويله عريضه. أوكي، كمان افرجيها هيك على الهواء،
عليها بياخد كمية شعر كبيرة، حرارته بتوصل ل 450 فهرنهايت، يلي هيدي هي العلبة تبعه. خلينا نقطع هيدا مازال اليوم مش دوام نشرح أحلى. هيدي 450 فهرنهايت. نعم. أوكي. وبيتعدلوا هو صح؟ إيه نعم نعم. خففوا. نعم. سرعته 40% أسرع من أي فار، من أقوى فار 40%. نص الوقت. مزبوط. تيتانيوم. الترا سموث، نيو الترا سموث يعني كثير تيتانيوم والترا سموث يعني ما بينشف الشعر، ما بينشف الشعر ويعني وهيك متحريري على يعني. على الشعر ما بيعقد الشعر. بلس فينا نتحكم بالحراره من 310 لل 450 فهرنهايت، يعني اذا اجت مثلا بنتك وشعرها خفيف تقول لي حرام ما بدي اعملها، بتخففي وبتعملي ضربه. واللي بدي يعمل اكستنشن يلي منها طبيعيه ما بتدوب 100%. هيدي فكرة جديدة. هاي بدو بتحقق. هاي ماجي فيها. هلا صبرت عامل. حتى نوعدني لأنه باكستنشن. ايه شو اسمه؟ مش مفا. بدك تطولش على الهوا بلونش. ايه بنعملها دقايق. على الهوا. كمانهم بالصبايا والسيدات بدهمهم يطول شعرهم بطريقة ناتشورال بيقصدوك، ما انت بيقصدوك لهالشغلة كمان، ما بدي انا اقولها يعني. هيدا اليوم احرز مبيع كثير قوي باللابوتيك، انا بعترف انه عن جد يعني جوزيف كل يوم 20 تليفون، هيدا كتير احرز مبيع لانه أوكي. اللي عم ياخدوا عم يرجع يخبروا اللي حوالين عم ياخدوا، لانه فعلا عم نحكي عن برودوي كتير مرتب وسعره بس 75 دولار، خفيف على الايد. ولا خفيف على الايد خفيف يعني على الايد، يعني بتعمل شعره السيده كل شعره ما بتحس انه حامله فار. صح، انتبهي لحديت وين. وبذات الوقت مكفول كمان جريت، فما بدنا احسن من هيك. ويلا بلشوا، اللي هيدا الشهر ببلش ياخذ هدايا كريسماس كمان، ما قلت لي في اشياء جديده لكريسماس. ايه. بس هدول ببادجت حلو كمان. صح. في واحد يحضر حاله. عم نحكي هلا عن الفار الكيرلر. الكيرلر يلي هو كمان تيتانيوم طويل، نحن ليه بنقول انه البلا تبعه طويل، البرمه تبعه كثير طويله، بروفيشنال يوز يلي هو بيبقى هيك. يعني بيلقط الشعرة كاملة بخصلة عريضة. مزبوط، إذا كان كتير طويل الشعر كمان قد ما تلفي قد ما تلفي قد ما تلفي ما بيخلص الفار. بيخدها كلها للشعرة. أوكي. بلس إلو ستاند أكيد سيدة أو الكوافور، عم نحكي إحنا بروفيشنال برودكت، تما تحرق الكونتوار. عنده المسكة هون تتحرك. أوكي. شمالي فليكسيبل يعني المسكة. بلس فينا نتحكم فيه بالحرارة من خفيف لكمان كتير قوي، شو بدنا نحن على الشعر حسب نوعية الشعر. مزبوط، مع شريط تورمالاين يعني مدروس من كل الميلات بعد ما حدا اخذ وكان مش مبسوط منه. فاذا اليوم كمان دعوة للجميع انه يختاروا هالايونيك هير كيرلر يلي موجود من خلال بوتيك فقط ب 50 دولار. صح، واللي ما بيعرفني انه انا كوافور يعني، بس تقول انه الاشياء اللي بننقيها هي شوي بروفيشنال، يعني ما بننقي انه اشترينا وحطينا وهذا، الا ما تندرس القطعه وينعمل عليها تيستينج 6 اشهر ما بنشتريها. ونحن كمان كزبونات اذا بدك للصالونات اللي بنروح عليها كمان بهمنا نصيحه الكوافير انه يقول لنا اي فار نستعمل، نوصي الكوافير على افضل سيشوار وافضل. هون عم نحكي كمان نحن بالسعر كلابوتيك عم نقدم اسعار لكل الناس اللي بتاخذ برودكت. وهيدا نص سر النجاح تبعنا يلي دي. هو كل برودوياتنا ناجحه من وراء انه في بالموضوع انه كوافور بلس البزنس والخبره اكيد. صح. خبرني هلا عن هيك نحكي اليوم عن هيدا السشوار الصامت مثل ما بيقولوا سشوار. نحن يكون في مصداقيه، في عنا برودكتس ايطالي، في برودكتس ميد ان تشاينا. اوكي اوكي، اكيد برودكتس كله كبرودوي يعني بتنحط شامبو ايطالي كله ايطالي. اكسسوارز ككهرباء، في اشياء ايطاليه، في اشياء شغل الصين، في اشياء شغل كوريا، هاي كواليتي اكيد ومكفوله يعني مش عم نحكي. اوكي يلا سمعنا الصوت اللي عندك. اوكي، هيدا صوته خفيف بلس وزنه كتير خفيف بلس مكفول على فتره كتير كبيره. ليه؟ سنتين ثلاثه ما بينتزع ما بينتزع. وزنه كتير خفيف، بعدين 2500 وات بلس هون في شيء اسمه اكسترا باور يلي هو بيعطي حراره زايده كمان. بس كله هيدا بصوت ناعم بتكلمك في كبسه 1 بالفوق. مزبوط، يعني هيدا الصوت هو فول باور كحراره. مزبوط. ايه، اذا عم نسمع حلو صوته خفيف. اوكي اوكي، وهو خفيف كمان كثير بس حراره كثير قويه. هيدا هيدا شوي اقوى، بس هيدا كمان يعني كمان اثنيناتهم بروفيشنال يوز. اوكي، هيدا بس زياده فيه
يلي ايونيك يلي بس نكبسها هيك بيقول ايونيك بيعطي دبل باور كمان. اوكي يعني شوي نحن بننقي برودوياتنا شوي مميزه لانه بالسوق مثل ما بتعرفي في كثير سيشوارات في كثير برودويات ومليان السوق. أوكي. اذا ما كان في شيء مميز يعني ما بنكون عملنا شيء زياده، بنكون مثلنا مثل غيرنا اليوم. أوكي. لا ما بنكون مثلنا مثل غيرنا، بنكون مميزين عن غيرنا. هذا ميد ان تشاينا، هذا ميد ان ايطالي. اوكي مش هيك بتفرق شوي السعر؟ مظبوط، ثنيتهم بروفيشنال، ثنيتهم بيشتغلوا ومكفولين. يعني سعره كمان زياده لانه خففته بالصوت، يعني في ناس بتنزعج معه. هو بس تقولي ميد ان ايطالي بدل شيء اغلى اكيد كل شيء. لا مش هيك، بيغلى على اليورو وكشرك اوروبيه هي بتبقى بتقنيه عاليه كثير. يعني ما طب بقول لك سنتين ثلاث سنين يعني شو بده يكون عم بكفله. عرفتي كيف؟ يعني ما منا هينه فتره، منا هينه. اوكي فهون بتبقى الخيار للمشاهدين. نعم. بين الاثنين الانزو يلي شفناه الايونيك هير دراير موجود ب 65 دولار وهيدا 90 دولار. اوكي مش كثير يعني في فرق بالسعر. عنا ايه هذا 90 هذا 65 اثنيناتهم منيح اثنيناتهم قوي. اوكي جريت. بتحكي لي اخر شيء عن الجاميا اللي هي مخصصه للشعر البهر يلي كثار هلا عم بيعانوا من هذا الموضوع. اوكي عندنا الانتي هيرلوس مثل ما ذكرنا، نحن بدي ارجع اذكر برودوياتنا ميد ان ايطالي باهم لابوراتوار بتنعمل بايطاليا. اوكي مع شهاده ايزو مع سيرتيفيكيت سي اي سيرتيفيكيت يعني سيرتيفيكيت يوروبيان. عندنا كل الشهادات وكالتنا مسجله تقريبا بنص العالم نص. نعم. الكره الارضيه. نعم. تقريبا اي شيء بيصير نحن بنتحمل مسؤوليه، بتراجعونا ما في مشكله. يلا خبرني عنهم كيف بيستخدموا وقد ايه بدها السيدة وقت او الرجل طبعا انه يلمس نتيجه انه شعره ما بقى انبهر. اوكي هون عندنا الامبول هي الدوبل امبول، اذا بنجيب من اي براند معروف بتكون نص الكميه 6 ام ال، نحن 10 ام ال، يعني اليوم الامبول فيها تستعملها السيده مرتين. أه. مش مره واحده. نيح. يعني العلبه بتستعملها 20 مره. اوكي 20 مره شو بتعطيها نتيجه بهال 20 مره؟ ال 20 مره مع الشامبو اكيد انا بفضل تستعملها. ليه مع الشامبو؟ لانه الشامبو هو انتي هير لوس، بيجي مثل كلينزينج شامبو. اوكي بينظف فروه الراس، بينظف فروه الراس، بيشيل الماده الدهنيه عنا، بيشيل الغبره. بيفتح المسام تاع هالامبول تنزل بطريقه اسرع على. أوكي. البصله، لانه اذا البرودوي ما وصل على البصله ما بتطلع الشعره. اوكي معهم الشامبو اذن والقام كامله. شامبو والقام بس بدي اقول شامبو بالقام كامله موجوده ب 50 دولار فيها تكون هديه اذا اخترنا الاكسسوار الخاص بانه نقدر نفضي الامبول وتقدر تتوزع بشكل متساوي على كل فروه الراس بواسطه اثنين الفراشه المتخصصه. عندنا هيدا الكومب ماشين يلي هي كمان فينا نستعملها بروفيشنال وفي بالبيت، انا كثير عم ياخذوها من عندي بالشركه للبيت. ليه؟ لانه بيبقى هي وبنتها وجوزها عم بهر بحطه بيستعملوها للكل. هون بنحط الامبول. أوكي. بقلب الماشين بنفضيها، هلا ما راح نفضيها كلها وبعدين بنمرقها مثل كانه عم نمشط شعراتنا وهي بتفضي المستخدم. بنمشيها بطريقه بندورها وبنمشيها، ما بتاذي ما بتعطي وجع ولا شيء، بتعمل مساج بس شوي للراس. أوكي. والبرودوي بينزل من السنين تبع المسكه من هون، بس نحطها على الراس البرودوي بصير ينزل. اوكي فبينزلوا بطريقه متساويه على كل مسام الشعر. بتجي ثاني فرشايه بالانفراراد يلي موجود فيها بتفعل هيدا البرودوي وبتعطيه فعاليه اكثر. مزبوط الانفراراد كرميل البرودوي يسرع. اوكي بتعطيه بتخليه يتفاعل ينزل بطريقه. هيدا طريقه متطوره انكم تستخدموا فيها كل المستحضرات الخاصه بهر الشعر موجوده من خلال بوتيك ب 250 دولار. ما زالك بعدك معنا كمال وحضرتك وكيل بيوتيفل براوز، رح نشوف فيديو قصير بيعرفنا اكثر عن هذا البرودوي اللي كمان حقق نجاح عالي وهو مميز جدا للسيدات خاصه يلي ما بيعرفوا يرسموا حواجبهم، يلي بدهم برودوي نظيف على بصله الحاجب، يلي عانوا من التاتو، يلي بيخافوا من التاتو. تابعوا هيدا الفيديو يلي حيعرفكم عن كل هيدا التفاصيل. We'll be right back.
فاذا مثل ما شفنا بهذا الفيديو كمال يعني عم نحكي عن باكج رائع ان كان بشكله ان كان بمضمونه وقديش فعال ومفيد للسيده خاصه صح. للسيدات يلي يعني عن جد كثار بيعانوا من موضوع انه الحواجب كيف رسمتهم اي لون يختار شو بدك تشرح لنا عنها بيوتيفول براوز هي شغل انجلترا انجلند اكيد بيور انجلند يعني ووتر بروف بتجي مضادة للماء حتى اذا انسبح فيها اكيد مش انه اذا انحفت مزبوط بالماء اكيد بدها تروح لانه هي منا بيرمننت تنحط ووتر بروف في منها اربع الوان الالوان يمكن البالات جوا جوا في منها اربع الوان بيجي لون بني فاتح بني متوسط بني غامق والاسود يعني هينين هيدا بني غامق مثلا اللي بايد بلانش هيدا بني على اشقر هيدا بني على فاتح في واحد بنصهم وفي الاسود اوكي فبيختاروا هن على الكولينج سنتر حسب اللون يلي بيناسبهم صح كيف بقدر انا احدد رسمه الحاجب شفنا رسمة بالفيديو بدي اذكر انا امبارح سيده لفتت لي نظري انه لها عندها سنه هالقد بعد بتكفيها سنه هالقد سنتين وبتحط منها كل يوم اوكي فلانه يمكن عم تعطي يعني قد ايه بتطلب بالشعره بالحاجب بتعطيها برودويس وما في هدر ما بتهر صح ما بدنا ننظف معها ثلاث رسمات شفناهم كمان بالفيديو كانوا اوضح مزبوط. حتى السيده تقدر ترسم بقلبهم بواسطه البراشه اللي موجوده الحاجب كامل بلا ما يروح يمين بلا ما يروح شمال وانما كمان بطريقه تصحيح الحاجب المتبقي ان كان بالقمر او حتى بالملقط فينا نشيل الشعر يلي زايد وبالتالي بضل عندي رسمه كامله متكامله صح. على الحواجب فيني اعتمدها في ناس ببلشوا يجربوها اول شهرين ثلاثه قبل ما يروحوا يعملوا تاتواج صح؟ 100% في ناس بيروح التاتو بخافوا يرجعوا يعملوا كمان صح بمدوا عمرهم بدي الفت نظر بشغله كمان مهمه بعد ما حكينا عنها بيوتيفول براوز يلي هي ما بتنحط اذا بدنا بنحطها هي كل شيء يعني بنعبي مزبوط أوكي. واذا بدنا بنحطها مثل الشعره شعره يلي هي شيء جديد هذا بعد ما حكينا عنه أوكي. في جرب على ايدك اوكي بس بدي اجرب على ايد بلانش اوكي يا ما عمل شوارب يلا جربي سوري اوكي هون فينا نحط بهالطريقة هيدي اوكي هيك خفيفة بتعبي الفراغات نعم بدرمش طبيعي اوكي وفينا نشد اكتر لنرسم الرمش رسمة كاملة هون هيك كيف طلع ناتشورال منه كثير مزيح فيها نكبسها اكثر ونعبي مزبوط تطلع مرسومه رسمه كامله هيدا الرسمه كثير بحبوها الصبايا اللي هلا ما بقى دارجه كثير يشيلوا احواجبهم على عمر صغير يعني صبايا الجامعه يبقى عندهم شويه فراغات فيهم يعبوا فيها وتضل كثير ناتشورال بيعبوا فيها حواجبهم هيدي كمان للتعبيه مش بس يلي ما عندها رموش اوكي حواجب سوري هيدي بس تتعبي تتسمك تيلونوا للحواجب يعني فيهم كمان عندي هون اللي هي الهايلايتر هي الهايلايتر شغلتها شو اذا عبت هي حاجب مثل ما بدها وبقي شعر من تحت ما تشيلهم بتفتحهم بيروح لهم بتخفيهم بالهايلايتر بتحدد العين من تحت ومن فوق اذا بدها شوي صغيره بس هي اصولا انه من تحت تحدد عظيم فالبراشز اللي موجودين معنا عم بيكون في براش خاصه بالهايلايتر والبراش الثاني لنرسم الحاجب ينعبي نرسم شعره وطلع طبعا ملقط الحواجب مع المرايه المكبره مع اثنين من الامبر مع ثلاث رسمات باكج ملقط شعر وملقط شعر باكج لانه اغلى شيء فيها هي الملقط صح باكج كامل ميد ان انجلند هيدي ضروري كمان نقول عنها كمال وموجوده من خلال بوتيك فقط حصريا ب 65 دولار ودائما على 979-225-6789 كمال انا بدي اتشكرك واهلا وسهلا فيك دائما بالبرنامج رح ننتقل للنك اند شولدر يلي حتى كل الوكلاء اللي بيجوا لعنا هن وضاهرين بياخذوا نيك اند شولدر وصارت محفز جديد للشباب انه يوصلوا ابكر بكثير على الشغل. اليوم جيت لقيت جوزي عم يعمل مساج قبلك وصل اليوم. عن جد لانه هيك وانا هيك صرت بعمل يعني بوصل على البيت بعد هيدا التعب مش تعب الشغل هون هيدا ماشي هيدا تسلي تعب الطريق فبمرق دغري على القعده بعمل هيك ضربتي مساج منه بيفتح الصدر وبصيروا تتنفسوا اكثر من جهه ثانيه بتكونوا ريحتوا حالكم من التشنجات وما بتخيل حدا رح يحط النيك اند شولدر على كتفاته على ظهره الا ما يحس بالاحساس الراحه وانه فعلا كل شيء معركض ومعقد بالكتاف وبالظهر واسفل الظهر عم ينحل بطريقه
يعني صحيه اذا بدكم، لانه بعيده عن سلسله الظهر، فيها قلل عم تبرم يمين وشمال وعم تخفف لي هالوجع يلي موجود وعم بتفك العضل المعقد، اضافه على الانفراريد يلي عم يعطيها كمان حراره متوسطه حتى نريح العضلات وقت تكون متشنجه ونشيل منها الانفلاميشن، فكمان هيدي وسيله حلوه. الاحلى بكثير انه مثل ما شايفين قاعده مرتاحه، الايدين مثبتينه على اكتافاتي، فيني وطيها، فيني شد من جهه دون الثانيه، وهيدا الشيء اجمالا نحن بنطلبه من الشخص يلي عم يعملنا مساج، بنقول له شد اكثر على اليمين، خفف شوي على الشمال، هيدا الشيء نحن فينا نعمله. ما بتحكمني، ما بدها تكون قاعده يعني بوزيشن معينه، فيني يكون هيك مرتاحه عم بحضر تي في، عم بعمل شات، عم بقرا، ورايفر الشيء عم بعمله، فيني يكون عم بعمله بهالطريقه المريحه مع النك اند شولدر يلي كمان مع اكسي للسياره، حتى اذا كنا اثنين بعجله السير او رايحين مشوار بعيد مسافرين بالسياره، كمان نكون عم نريح بعضنا بواسطه النك اند شولدر يلي بتنوصل على اقداحه السياره، موجوده من خلال لابوتيك بالسعر يلي عم تشوفوها قدامكم على الشاشه. فاذا ما لكم غير تختاروها من برنامجنا ونحن بنوصلكم اياها اكيد من دون اي تكاليف اضافيه، ومثل ما قلت لكم هيدا هو البلاج يلي انتم بحاجه له. 79100225678 و9 بنوصلكم اياها من دون اذا اي تكاليف اضافيه، كما انكم فيكم تزورونا على www.laboutiqueshoppingtv.com وتشوفوا كل البرودكتس الجديده القديمه وتطلبوها وبتوصل عندكم فري اوف تشارج من الدليفري اكيد. رح نشوف فيديو هلا رح يعرفنا على SOS اذا بدكم للموبايل، SOS للسياره، SOS بالضوء يلي موجود فيه. تابعوا منيح هالتقرير وهالفيديو اللي حشرح لنا على كت كثير مهمه لتقدروا تذكروا السياره، تشارجوا سيلولاراتكم، تشارجوا لابتوبس تبعكم، وتكونوا كمان نفس الوقت عم تستخدموا كابيل للسكيورتي، كابيل SOS وكفلاشر في حال كانت مقطوعه السياره. تابعوا الفيديو وتعرفوا عن شو عم بحكي. فإذا مثل ما عم بتشوفوا هيدي هي البطارية إذا بدنا نسميها بطارية مع الكلاب تبعي اللي رح تقوموا بتذكير السيارة منا إلى السيارة لتعطوها أول دفعة، أول ستارت لتقدر ترجع تعلي، خاصة إنه أوقات بنكون مقطوعين على الطرقات وأغلبية السيارات فيها تكييف ستارت، فبيخافوا يدخلوا بالسيارة خفيف درايف للسيارة عادية لما ينلطش الكمبيوتر مثل ما بيقولوا، صار فيكم توصلوها ودغري تذكروا. هي ذاتها مع كل اليو اس بيز لتقدروا تشحنوا لابتوبس تبعكم من بعد ما يكون فضي وعلق الموتور وما قشت الكهرباء وحالتنا حالي، صار فينا نشرج بطارية الايباد، بطارية اللابتوب بطريقة كتير سهلة خمس مرات. يعني اذا سافر صاحب المطار وما حول الكهرباء بضل فيكم تعيشوا على الكمبيوتر. هيدا الشيء كمان بينطبق للموبايل تبعكم، في بلاكس لكل انواع سيلولارات شو ما كان شكلها، رح تلاقوا الفيش اذا بدكم او اليو اس بي الخاص بالموضوع بكبسه وحده بضوي، ومن زيرو بضوي لكم 20 كم مره سيلولات؟ كم سيلولات؟ سلولارات او ست مرات سلولارات، كمان بتوصلوا للجاك او حيلا فيش خاص باللابتوب مثل ما قلت لكم، والبيل يلي موجود بيعطينا ثلاث طرق للضوء، او فلاشر او بيل عادي او اس او اس للريسكيو، هيدي مثلا فلاشر، يعني كمان فينا نكون بالعتمات، هيدا اذا بدك تطلبوا النجده من حدا، بالعتمات عم ندكر السياره، عم نضوي بنفس الوقت وعم ننقذ حالنا من بهدلة. يعني عن جد واحد وقت بتنقطع سيارته بهدلة، فهيك صار فينا نعمل هيدا الشيء. اوقات بننسى السيارة ما بندورها من فترة للتانية، قادرين نذكرها بهالوسيلة. كت كتير رائع، باكج جدا مهم ومغري مع كل الاكسسوارز يلي عم بتشوفون بشنطة كمان كتير حلوة، في منها قياسين حسب قوة البنك باور بانك يلي انتو اخترتوه، وانما كلهم فيهم كل شرايط اليو اس بي لمغلب اغلب انواع السلولارات، عنا الكليب اللي هن للتذكير السياره، البيل، وشوفوا كل هيدي
صفيحة ال يعني سريم البلاجز تا صورهم ما رح تطلع معي كلهم يلا ها لكل انواع اللابتوبس الايبادز يعني شو ما اخترتوا اكسسوار بده شحن بده بطاريه رح تقدروا تعملوه مش مره بس اذا اللابتوبس عم نحكي عن كذا مره يعني اكثر ما بعرف من 6 مرات الموبايلز كمان وفينا نذكر السياره كمان اكثر من 20 مره فموجوده بتشجعوها بالبيت وخلوها بالسياره فيكم تختاروا وحده ثانيه للبيت وفيها تكون هي المجموعه الخاصه فيكم عن جد بتنقذ مواقف محرجه ان كان للسلولار وغيرها هيدي الكرتونة اذا فهون اذا منشوف بتشرج الكاميرا كاميرا رحتوا على بيرثدي لاولادكم ونسيتوا تشرجوا الكاميرا هيها الموبايل السيارة اذا اللابتوبس اي شيء ثاني بده كهرباء رح يكون هو البنك المخزون للباور للكهرباء للتشريج اللي انتم بحاجة له اختاروا المالتي فانكشن جامب ستارتر من خلال بوتيك وشوفوا الاسعار بتختلف حسب قوة او الكاباسيتي تبع البنك باور يلي موجودة بقلبها ودائما عبر 79-102-5678 وطبعا 9 ننتقل للايكو هيت يلي او ايكونو هيت وهي بنفس الوقت طريقه ووسيله للتدفئه امنه وسهله ووفيره لانه بس بتاخذ 1.8 امبير هي كنايه عن بلاكات معموله من البيتون المخلوط مع مواد ثانيه لنسميها اذا بدكم فايبر سيمنت الياف مع البيتون لتكون خفيفه الوزن تمتص حراره وتحول الهواء المسقع يلي من تحتها رح ينسحب ويتوزع بشكل كامل على الغرفة لتغطي لي 10 متر مربعين ف بتغير جو الغرفة من مسقع على دافي بمجرد انه نوصلها على الكهرباء ونعليها عن الارض 20 سنتيمتر شرط انها تكون موجودة على حيط جواني وبالتالي رح تقدر تسحب السقعة وتحولها لتدفئة ناعمة مهمة وآمنة خلال خاصة الليل خلال بغرف الولاد وبتواليتات يعني رح تقدر تعطيني حرارة عن جد رائعة خاصة إذا طفيت الشوفاج لننام فيها تنترك دايرة كل الليل ما بتصرف كتير كهرباء فيها تكون لأماكن بالبيت ما فيها شوفاجات فهيدي هي الوسيلة برجع بقول ما بتنشف الجو بتعطيني حرارة ناعمة وحلوة لتدفينا كل الليل وفينا ندهنها ونطرشها ونعملها لون حسب لون الحيط فما بتاخد من موديل الحيط او الاكسسوارات يلي موجودين عندي بالبيت فيني الونها من لون الحيط هي اصلا بيضة وفيني اذا عند الحيط ملون مذهب اي شيء كمان فيها تكون موجوده كلنا يعني كلنا اوقات بنحاول نوفر بمصروف التدفئه ان كان مازوت كهرباء وغيره وكلنا بنطفي قبل ما ننام وهيدا ضروري نعمله هيدي ما بتاثر اكيد هون رح تكون سخنه بس ما بتلدع يعني كمان سيف للولد مكفوله من قبل الشركه العارضه السنه وصناعه ساوث افريكا وموجوده ب $125 من خلال ابوتيك كتفوا اتصالاتكم واختاروها اليوم مع عبر 79-102-5678 وفعلانيه بتفصلنا عن متابعه الحلقه ما تروحوا لمحل بعدكم عم تتابعوا لبوتيك فيوليت اسيسترت موجودة معنا اهلا وسهلا فيك فيوليت كمان اليوم رح تعرفيني وتعرفي المشاهدين عن اهمية جرابشيو العصير يلي عنجد رح يعمل ثورة وقتها ينطلق بالاسواق اللبنانية وكل الناس رح تعمل شفت من العصير العادي لجرابشيو عارفين اول شيء على جرابشيو بنرجع بنحكي عنه بالتفصيل جرابشيو عصير طبيعي انصنع ببولندا ونعمل بطريقه معقمه اللي هي اسبتيك تكنيك اوكي وهو مبستر يعني حراره عاليه ومبردينه دغري كرمال يقضى على الجراثيم اوكي فباول مرحله ما فيه مواد حافظه نعم خالي من المواد الحافظه من المواد الغازيه وفيه فيتامينز اللي بتفيد الجسم الانسان اوكي في كثير ناس بتنحرم من العصير في ناس عندها سكري في ناس عندها كوليسترول في ناس بتخاف انه العصير الصحة يعني في كتير مشاكل مع العصير يعني اجمالا مع الناس من الناس يلي
بخافوا يشربوا عصير وليش فيهم يستبدلوا بجرابتشو؟ مثلا الناس اللي عندها كوليسترول اذا شربوا الجرابتشو فيه فيتامينز والخميره اللي بقلبهم بيساعد الكوليسترول ينخفض بقلب الدم. اوكي مثلا بنصحوا للعالم الرياضيين اللي بيعملوا سبور من بعد ما يعملوا سبور وحرقوا كل الانرجي اللي صرفوهم جرابتشو بيعمل لهم اعاده تاهيل ليعودوا كل شيء صرفوه بوقت السبور. اوكي في مثلا عمل بيكون معهم سكري نحن مستعملين بقلب جرابتشو السكر الطبيعي يعني هذا السكر بيمنع انهيار السكر بقلب الدم. اوكي يعني الناس اللي عندها سكري فيهم يستبدلوا الفاكهة المسموحة لهم بجرابتشو يكونوا عم بيروا حالهم. اليوم جرابتشو بيروي اكثر من العصير الثاني، بتشربي حيلا قنينة عصير بتعطشي من بعدها، وقت بتشربي جرابتشو بتحس حالك اخذت مي مع عصير مع شيء ما بيزعجك ولا بيعطشك ولا بيعمل لك رفلو ولا بيعمل لك نفخه، حتى مع الاكل يعني اذا انشرب جرابتشو مع الاكل ما بيزعج. شو هو ليش بيعمل هالقد مريح يعني؟ نعم هو كثير يعني اذا شربتيه هو طعمته كثير سلسه. أوكي. لانه فيه سكر طبيعي وهذا السكر ما بخلي الثاني يحس بعطش. أوكي. وكمان انسحب منه كل شيء اسيد سو بيساعد للعالم اللي عندها رفلو ما تحس بقى بالرفلو. يعني اللي عنده رفلو في يشرب جرابتشو بشكل آمن. ما زالك ذكرت الطعمات جلات، ملاحظ بكل أو أغلبية هالأنانة في نكهة الفاكهة يلي هي يعني فيتامين مستخرج من الفاكهة يلي هي التفاح وعم يعطيني هيدا المذاق يلي هو مذاق التفاح. ليش أصروا جرابتشو ينوجد التفاح بكل الطعمات يلي عندهم إياه؟ مثل ما بنعرف كل العالم بتعرف إنه التفاح عنده فوائد كثير مهمة لجسم الإنسان، وفي مثل بيقول إيت أن أبل أ داي كيب أ دكتور أواي، يعني أنت إذا كل يوم بتاخذي تفاحة بتبعد زيادتك بتبطلت تخفف الزيادات فيتامينز صح؟ بتخفف زيادتك عند الحكيم. اوكي فهون فينا نقول نحن ناخذ هذا المثل ونقول درينك جرابتشو اداي وانس اداي اكيد بتخففوا زياراتكم وبتخففوا الانتيك تبع الفيتامينز اللي ممكن تكون مش كثير محبذه. انا فيراد بتشكرك وبنشوفك ان الله راد بكره، فيكم تباشروا بشرائكم جرابتشو بالاسواق اللبنانيه مطروحه بكل السوبر ماركت، فما تتردد نقوا النكهة يلي بتناسبكم وتعودوا على شربكم انتو وولادكم والكبار والصغار اكيد جرابتشو. رح ننتقل لفيديو بعرفنا كيف فينا نتدفى بواسطة افبا بطريقة كمان حلوة امنة، خاصة وقت يكون عندي دفاية مكفولة 3 سنوات من افبا التركية. تابعوا هيدا الفيديو. مثل ما شفتوا بهيدا الاعلان حجم دفايه افبا الكبير باربع اقسام من الريزيستانس يلي كمان مكفوله 3 سنوات عم تقدر تغطي لي مساحه كبيره من المكان يلي موجودين فيه بغايه التدفئه. التدفئه بواسطه هالدفايه اكيد عم نحكي فينا نشغل ريزيستانس 1 2 أو 3 وانما كمان مع الميررز يلي موجودين المكسرين هيك بالداخل وقت هون الفراغات يلي هي قادره تبرم الهواء داخل الدفايه رح تقدر تعطيها فعاليه تدفئه دوبل وتريبل واكثر لانه رح تقدر توزع التدفئه بشكل متساوي على الكل. ليش امنه غير انه البلاستيك تبعها مقوى كمان فيها الزئبق يلي اذا قلبت هيدي الدفايه بتطفي وبتفصل نهائيا، وانما في حال كانت موجودة على سجادة بتشتغل بطريقة كتير آمنة وسهلة، بتتعدل حرارتها بالشكل يلي بدنا اياه وحتى فينا نحط لها اساس او ماي حتى رطب الجو. الدفاية موجودة عبر الارقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشة وهي ارقام وكيل افبا بلبنان يلي بيكفلها وبيقوم بتوصيلها لعندكم من دون اي تكاليف اضافية. نفس الماركة عم نحكي بعدنا عن افبا، فرن بحجمه الكبير بتحسوا العرض يعني غميق وانما العرض ما بياخد كتير محل، وهون كمان ذكى بتصميم هالفرن من افبا يلي بيعمل صواني
كبيرة عائلية، وكمان الحرارة اللي موجودة بقلبه مع المروحة والكونفكشن قدرة توزع الحرارة بشكل متساوي داخل هالفرن، مزود بفاصل بينه وبين الريزيستانس حتى ينحمي بشكل أكثر تفريغ عن الجوانب، وموجود بعدة ألوان لا يتماشى مع مطبخكم. 7 in 1 من أفبا، وهي مجموعة مالتي يوز فود بروسيسور على ستاند واحد، كل شيء بتعوزوه لمطبخكم لتحضير العجين، تحضير الجاتو، طحن المأكولات، فرم البقدونس البصل، تحضير الكبة، وحتى الميلك شيكس موجودين على ستاند واحد بقوة مطار كمان عالية وبمقبض هين انكم تمسكوها بلا ما يصحط من الايد. كلهم معمولين من التيتانيوم يلي عم نشوفه باللون الفضي، الشيكر من بلاستيك مقوى، وحتى البول الكبير مع الشفرتين يلي هن دبل، وبالتالي فيها تكون اذا بدكم هيدي مكنه الكبه، مكنه الجاتو، العجينه الخفاقه، مثل ما بتحبوا تستعملوها قادرين طالما موجوده على متناول الايد ومكفوله 3 سنوات من افبا. اوكي، لكن لبين ما يجهز الفيديو رح له يفرجينا الشاشتيك اللي هي وسيله، اذا مثل ما كنت عم اقول بتاخذ 5 شيش بيبرموا حول حالهم وحول السيراميك يلي هو او الفخار يلي رح يعطيني توزيع للحراره بشكل متساوي، واضافه لهيدا الشيء طعمه ومذاق مختلف عن اكيد الريزيستانس او عن الجريل. الغطاء تبعها لنحمي الموجودين من الدخان او البخار اللي رح يطلع، علما انه ما كثير رح يطلع منها دخنه لانه كل الزيوت رح تنزل داخل هالقبس الصغار يلي كمان بدورهم فينا نحط بقلبهم مي كينا، شقفه ليمون حسب نوع المشاوي حتى ما تعمل لي روايح كريهه ويصيروا اسهل بالتنظيف. الشاشلك هي وسيله امنه وسهله وسريعه لتحضير المشاوي، كل 5 شاش بياخذوا اول مره 5 دقائق، وبعدين كل دقيقتين فينا غير 5 شاش بشكل يعني ورا بعضهم، وبيعطيني استواء بشكل متساوي على كافه انواع اللحمه، الدجاج، الخضار وغيرها. استفيدوا كمان من سعرها ومن كفالتها يلي هي 3 سنوات من خلال افبا المارك التركي يلي بتكفلها شركه افبا ووكيلها بلبنان 3 سنوات، اذا عبر الارقام يلي عم تقطع قدامكم على الشاشه المخصصه لافبا. اما ارقام لبوتيك فهي 79 100 225 789، ونحن جاهزين نوصلكم كل اغراضكم يلي عم تشوفوها ببرنامجنا من دون اي تكاليف اضافيه وين ما كنتوا بلبنان. رح ننتقل لمارك ثاني، عم نحكي هون عن ماركة بومن يلي هي ماركة ألمانية بواسطة هالماشين يلي هي ستيم كوكر، رح تقدر حيلا حدا، حيلا سيد أو حدا قاعد دورمز لحاله وبده يطبخ بشكل سريع وصحي رح يقدروا يعملوا هيدا الشيء بواسطة البومن يلي بعبيها مي من تحت، والمي رح تتحول إلى بخار، البخار رح يقوم بتسوية الأكل وطهي الأكل على البخار مش سلق، إن كان عم حط البروتينات، الخضار، الرز، البيض، اي شيء تاني رح نقدر نقوم بالطهي على البخار. اليوم ما تكون عم بطبخ على البخار بكون انا اكيد انه المأكولات تبعيتي عم تجهز وكل الفيتامينز تبعها عم بتكون بعدها موجوده بقلبه، وهيدا الشيء رح يبين معي خاصه مع الخضره يلي رح تضل محافظه على الوانها، والالوان يعني فيتامينز موجوده، فينا نحط رز، فينا نحط بيض، خضره، دجاج، لحمه، سمك، اي شيء ثاني عيرها وتقوم هي بالباقي. موجوده من خلال لابوتيك بالسعر يلي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه وطبعا مكفوله. هي القطعة اللي بحبها كثير جاهزة بدنا نحكي عنها اليوم، رح نحكي عنها اليوم، هيدي خلاص لكل حدا بده ينظف بالبخار، رح اخبركم عنها رح تبلشوا لعملت كماريشة ليكو شريطة شو طويل. لا بس عن جد ليش هلا فيكم تطلعوا على السقف تنطفوا او الازاز وغيرها، في فيديو لها ولا لا؟ انا الفيديو بحد ذاتي. يلا الماشين اللي عم تشوفوها قدامكم هي ماشين لا تقدر تنطف بالبخار، كل شيء بيخطر على بالكم، إن كان عم نحكي عن الحنفيات يلي بتكون مصدية فيها كالكير، كلس، مكلسة، ما بنقدر ننظفها للتواليت بفرشية الأسنان، ما بدها كتير ديترجنت، زيز عم بمشح، فتيات في عليهم ريحة، برادة كمان،
كله بواسطة الماشين يلي موجودة هون رح تقدر تقوم بتنظيف، إزالة البقع، تغيير روايح التكيات، الفرش، يمكن حتى للأكريان مفيدة، الإزاز فينا نطفه بواسطة المرايا أساسية لهيدا الموضوع، مطرح ما في زاوية حاسين فيها كمخة، فيها جراثيم متراكمة على المدى البعيد، ما بقى عم بتروح، ناقلين على بيت جديد بدنا ننظف، إجا الطراش طرش كل شيء إلا الحيط يلي قايلين له يطرشه، بين السيراميك والبورسلان بالأرض على مطرح ما بيحطوا الترابة بتكون بيضة، ثاني سنة بتصير سوداء، فكمان فيكم تنظفوا بقلبها، بتعبوها مي بالمعيار يلي موجود هون، بالقمع كمان وقتها بتفوت لهون ما بقى تفتح هو الا ما تطفي، تشتغل مثل دنجره الضغط عقود بار جدا عاليه. من بعدها هلا عم بسمع انا المي عم تتبخر، بدك تبعد لانه الحراره كثير عاليه، و بتكبسه هون ليطلع البخار من التيوب يلي موجود هون، هو ذاته هيدا التيوب اللي هون فيني اوصل عليه هيدا الفرشايه يلي هي رح تحف الحنفيه، المجلى، البلاط، بين البلاط يعني زوايا كمان بقلب هيدا الاكسسوار. هون عندي تلسكوبيك تيوب اكبر كمان بينوصل محل هيدي حتى لي ايضا اوصل عليه، او الاكسسوارات الصغار او حتى للفرش فيكون عندي مجال اوصل مع الفوطه يلي بتنشال وبتتغسل، فاذا هيدي للتيب كمان وحتى للبراده والمفروشات، وفيني اوصل الماشين او الاكسسوار يلي هي هيدا بالقلب لا فوالا اللي هي للقزاز، واقدر مسح القزاز بالبخار ببطل عندي تمشيح ابدا، وانما بتنظف وما بيعطيني ريحه كريهه على القزاز. بلشت تعطي عطيت اول تنفيسه، رح اتركها شوي بس تبلش تحضر حالها المي يتحول للبخار، انا ودستها عم تغلي بالداخل، بليز وقت بتستعملوها ما تحطوا ايدكم قدامها لتشوفوا اذا سخنه ما بتحرق؟ تعال جرب شو ما بتحرق، انا كنت استعملها هلا بعد عم بتطلع مي بقى ما تحولت لبخار. تحت ايدك عم بشراني ما بتحرق بلا بتحرق ما بتحرق؟ هلا بجرب. اوكي بعد في مي لبين لبين ما تسخن وتتحول هجرب عليك. حرقة ايدي فيها بالزمان. اوكي رح نستغل بالزوكيني تيرنر، زوكيني تيرنر يلي بواسطتها قادرين تنقروا الكوسه تحضروا كل المحاشي يلي عندكم اياها بوقت كثير سريع، فاذا الماشين مزوده باكسسوار فوق معمول من ستينلس ستيل ما بيجرح الايد وانما بيقدر ينقر الكوسه، بتدخلوها بس بقلبها هي لحالها بتبرم وبتفرغ، فهيك صار فيني حضر كل انواع المحاشي بوقت سريع. يعني دائما المحاشي يعني اسال شيء فيهم انكم تنقرون، هذا اكثر شيء بياخذ وقت وجهد وتعب، فهيك صار فينا نحضرهم بوقت سريع مع راسين حسب نوع الخضره يلي بدكم تنقروها، اوقات في ناس بفضلوا يفرغوا الخيار، الجزر وغيره، فيكم تعملوا هيدا الشيء. اوكي شو احترقت؟ طيب عشو بدنا نجربها يا حلمين؟ اوكي هيدي هي قوة البخار، اكيد قدام اذا حطيت ايدي ما بحترق، بس هون عن قريب ما انا بنصحكم ما تحطوا ايدكم. للزوايا بقلب كرسي التواليت بتحطوا هيدا الاكسسوار وبتبرموها هيك، هيدي قوة البخار والضخ بتفتت كل شيء كمخة وكل شيء جراثيم موجودة لحالها بتفتتها، وبمسحة وحدة بتقدروا تنطفوها للغاز، لكبسات الغاز، لزرار الغاز، يعني هيدي ماشين رائعة لهيدا الموضوع. فيكم تحفوا البلاط، عم نبش على شيء لننظف يعني بهالشكل، ها البلاط السيراميك وغيرها، وانتم بس بتمسحوا. هلا انا هون عم نظف عم عقم بنفس الوقت وما عم بترك بقى اثار للجراثيم، كيف اذا كان عندي صدي يعني ها شفت قولوا عنا مجوزين، بس انه ايه ليك شو بيطلع، هيدول الليفه والصابون ما بتشيلون، هيدول ما بيشيلون الا البخار يلي قادر يعقم. بعدنا عم نبشلي على شي شغله
بكره النهارات. طيب موجوده مع كل الاكسسوارات تبعها بسرعه اللي عم تشوفوه قدامكم على الشاشه، كمان فينا ننظف فيها الجنوطي والسيارات. لننتقل لعن ساره رح تخبرنا اكثر عن دي اف ام يلي هي من ال سي موتورز. هاي ساره تبع تفضلي. اول شيء حاعطي فكره عن ال سي موتورز. ال سي موتورز نحن الموقع الحصريين تبع جوتي ودي اف ام بلبنان. اوكي. دي اف ام مثل السياره اللي عم نشوفها معنا اليوم، عم ناخذ سياره موتور فيتاس ياباني مع كفاله 5 سنين او 100,000 كيلومتر. نعم. موتورها بيجي 1600 سي سي. اوكي. 4 سلندر 16 سباب. يس. اذا عم نحكي كسيفتي، سيفتي كلها موجوده بالسياره، فريماتها بيجوا اي بي اس واي بي دي كرمال التصحيح. نعم. اون بلوس بيجي عندنا دوبل اير باك مع شاسيات حديد حوالي السياره كرمال تيحموها من الحوادث لا سمح الله القويه. اوكي. فاذا مدعمه مثل ما بيقولوا بالحديد حتى لا سمح الله فتنا بعمود نحن عم نرجع عريان ما بتطحبش كلها. اكيد. اوكي، تفاصيل اضافيه عنا. سياره بتجي 4 شبابيك كهرباء مع قفل مركزي ومرايات كهرباء. عم نحكي من جوا مساحة واسعة، ورا بساعة 3 أشخاص بكل رياحة. اوكي. اتمينز هاي سيارة عائلية. واكيد الشوفير وحد الشوفير بيقعدوا برياحتهم، بيراجعوا الكرسي مثل ما بيرتاحوا، ما بيعطلوا هم القاعدين ورا. اوكي. وكمان في عنا رير سنسورز بالسيارة في حال كنا عم نسوق نحن بنعوزهم كثير. بيجوا من شركة بناتي. انا بنت من غير. لا انا من ناحية كثير بعوزها. تذكر. اوكي. وبتجي هيك كثير مهمة عن جد يعني. وقت ما بتقشع اذا في حيط وراك وبالعتم يعني. وبالعتم او سيارات بيكونوا زاركين كثير ببعض. لا السنسور بيساعدك كثير. وقد ايه ما جاي له السنسور يعني ببلش بعد قد ايه يعني اذا بعيدة نص متر تقريبا ايه بنص متر بتبلش ياس بتبلش يزمر. اوكي. اوكي. بيجي عندنا اوضة ولاد من قدام ومن ورا بيعطوها لوك سبور للسيارة. وكمصروف بنزين عم نحكي الاوتوماتيك بتعمل من 220 ل 230 بالتنكي. اوكي فير. والفيتاس عم تعمل فوق ال 250 بالتنكي. مع الزباين اللي مجربينها بالسوق. اوكي، فبلبنان يعني بلبنان هيدي بلبنان وبالسوق عنا. اوكي. هلا عم نشوف خلفيه السياره وطبعا اوكي اللي كنا عم نحكي عنها. يس. والديزاين تبعها كمان بومبي يعني بيعطيها ضخامه اكثر مش هيك ساره؟ صح، وبيعطيها لوك حلو. اوكي، الليد لايتس موجودين. بنحكي شوي عن الداخل، نفتح غطاء الموتور هلا بركي اليو بيقوم او حدا من الشباب لنشوف اكثر تفاصيل عن داخل السياره. اوكي، الكفاله فاذا قلت لي 5 سنوات او 100,000 كيلومتر. اوكي. والقطع كلها متوفره عندنا بالشركه. جريت. اوكي، يعني من هاي الناحيه ما يعطلوهم ابدا الكاستمرز. ايه. القطع كلها متوفره. فمطرح ما بيشتروا السياره بعدين ريفيزيون عندكم، صيانه عندكم، بدهم يلعبوا السياره يبيعوا يحولوا كل شيء بناخذها وبنرجع بنعطيهم وحده جديده من الشركه، ما في اي مشكله. ما عندنا وقت. عم بيقولوا لي ساره انا بدي اشكرك، اهلا وسهلا فيكي. على كل حال ال سي موتورز موجودين اذا على الدوره بنهر ابراهيم وبي علي، فيكم تزورون وتشوفوا كل الوان السيارات، تعملوا تست درايف، تسوقوا شفتوا جربوها على المي قبل ما تشتروا. هيدا اكيد من عندكم. لهون بتكون لبوتيك اقفلت حلقتها لليوم، ما لكم غير تتابعونا عبر www.laboutiqueshoppingtv.com او حتى تزوروا اليوتيوب وتحضروا الحلقات مرارا وتكرارا لتشيلوا منا قد ايه انا بعمل اخطاء اذا انتم بتحبوا تسمون هيك. وانا بدكم شوفكم بحلقه جديده، الله راد. باي باي.